اهلا بيكم في اول واقوى كورس محادثه انجليش مجاني موجود على النت. خليكم معانا. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اسلام من ايزي انجليش. اهلا بيكم في اول حلقه من كورس المحادثه انجليزي في الشارع. والكورس ده يا جماعه جاي من افضل الجامعات اللي بتعلم انجليش في العالم. والكورس ده يا جماعه مبني على اساس علمي، يعني مش جاي حته من هنا ولا هناك، ولكن بياخدك من ليفل 1 2 3، يعني من المستوى الاول للثاني للثالث وهكذا. يعني بيبدا معاك من اول واتس يور نيم وبياخدك للمستوى الاعلى فالاعلى فالاعلى. والكورس ده من تمثيل واخراج ناس اجانب. واحنا قسمنا الكورس ده يا جماعه عباره عن كورسين، كورس انجليزي في الشارع اللي هو English on the street اللي هو ده اللي دي اول حلقه فيه، وهنعمل كورس تاني يا جماعه اسمه كورس المحادثه العام او General Conversation، واللي هتلاقيه في قناه اليوتيوب في زر قوائم التشغيل مترتب حلقه 1 2 3 4. عشان ما اطولش عليكم خلينا نبدا باول حلقه النهارده. عندنا 3 اسئله. السؤال الاولاني What's your name؟ يعني بنبدا من الاول خالص. What's your name؟ يعني اسمك ايه؟ والسؤال الثاني How do you spell it؟ How do you spell it؟ معناها قول حروفه ايه؟ والسؤال الثالث Where are you from؟ Where are you from؟ يعني انت من فين؟ فالضيف الاولاني المذيع بيساله What's your name؟ عشان تنطق السؤال ده صح؟ What is هتعملها connect، خليها What's. What's. Name اكسرها لتحت، خليها Name. Name. السؤال كله يبقى كده What's your name؟ What's your name؟ فالضيف قال لها My name is. عشان تنطق الإجابة صح اعملها connect بدل my name is، خليها على بعض my name is، فلا my name is James. My name is James. فالمذيعة سألته السؤال التاني اللي هو how do you spell it، يعني انت بتتهجاه ازاي؟ عشان تنطق السؤال ده صح how do you هتعملها connect، how do you، how do you spell it برضو هتعملها connect، يعني نربطها ببعض بدل spell it وتقف في النص، لا ما تقفش، خلاها spell it. هيبقى السؤال كله على بعض How do you spell it؟ How do you spell it؟ فقالها يعني الحروف بتاعته J-A-M-E-S. فالمذيعة سألته السؤال الثالث اللي هو Where are you from؟ يعني انت من فين؟ عشان انت السؤال ده صح هنعمله بقى، هنعمله برضو connection او هنربطه ببعض، بدل Where are you خلاها Where are you، بعدين from هتطلع لفوق شوية في اخر السؤال Where are you from؟ Where are you from؟ فقالها I am from England، يعني أنا من إنجلترا. طب قالها بقى إزاي؟ طبعا I am ضمها لبعض، قالها I am from England، أنا من إنجلند. Got it؟ What's your name؟ How do you spell it؟ Where are you from؟ What's your name؟ My name's James. How do you spell it? J-A-M-E-S. Where are you from? I'm from England. الضيف بعد كده المذيع بتسأله نفس الأسئلة، فبتقوله What's your name؟ زي ما قلنا قبل كده هنعملها connection، هنربطها ببعض، هنقول السؤال كله واحدة واحدة What's your name؟ فالضيف قالت لها My name is Natasha، يعني اسمي ناتاشا. فالمذيع سألها السؤال الثاني How do you spell it؟ يعني ممكن تقولي الحروف بتاعته ايه؟ فقالت له N-A-T-A-S-H-A. فقالها السؤال الثالث Where are you from؟ يعني انت من فين؟ طبعا زي ما قلنا برضو هنعملها connection كل سؤال على بعضه Where are you from؟ فقالت له I am from New York in the United States، يعني انا من نيويورك في امريكا. خلينا نشوف الفيديو. What's your name؟ Oh, my name's Natasha. How do you spell it? N-A-T-A-S-H-A. Where are you from? Okay, I'm from New York in the United States. الضيف بعد كده المذيع بيسأله نفس الأسئلة فبيقول له What's your name؟ فقال My name is Franco. فالمذيعة سألته السؤال الثاني How do you spell it؟ يعني أنت قول حروفه إيه؟ قالها F-R-A-N-C-O. فسألته السؤال الثالث Where are you from؟ يعني انت من فين؟ فلا I am from Argentina، يعني انا من الارجنتين. خلينا نشوف الفيديو. What's your name? My name is Franco. How do you spell it? F-R-A-N-C-O. Where are you from? I'm from Argentina. الضيف الاخير بقى المذيع بتسأله نفس الاسئله برضه فبتقوله What's your name؟ فقالت لها My name is Barbara. قالت لها السؤال الثاني How do you spell it؟
هتلاقيها B-A-R-B-A-R-A. فهتلاقيها سؤال الأخير Where are you from؟ هتلاقيها I am from New York. هنشوف الفيديو. What's your name? My name is Barbara. How do you spell it? B-A-R-B-A-R-A. Where are you from? I am from New York. وبكده يا جماعه نكون خلصنا اول حلقه من كورس انجليزي في الشارع. يا رب اكون ساعدتكم ولا بجزء بسيط انه تحسنوا الانجليش بتاعكم للمستوى الاعلى. I hope that was helpful guys. Thank you for watching guys. I'll see you next video.